الشباب ladies and gentlemen دائما نفر معكم كمان مرة هالمرة ضدي على البداية واساميهم معاي لا اليوم مش داحل راسي كيف الاسم صم بيصير قاسي عامر لا عمر عاد اضرب وصار قافي عشان يصير كلاسي اسمك صير ناسي مالك صبر يا ناس بالضبط زي عاصي مع خصكم لبنات الخواجه رابطكم زي الاشاق مستعد الحلق بس عشان تعلو لعناتك لو انك عرفت قاعدتك ماضيها لطف الاقصى كلهم عاد الرقصه اخي سخي تعشي عندي عيل زيك بمحط راسي معي مين معي بفكر انهم معميين عمي عشان قلب سبل لهضم برمي كرم كرامي ولا ودعم الكل بصرخ انني عربي انا يخشيني مين اصلي بنساش اصلي فصلي بس عشان الميني ولا جيش علك من خدين اخريتي لا اللي طرديني مقصوب العرس اسمي تامر مش تامر اللي طنشتيني كنت واني عنا غير سامي عنا كنت واني عنا غير سامي عنا انت تسوي احنا ضلنا نغني احنا انت تسوي احنا ضلنا نغني احنا وحدة يا بنات الخواجات وحدة يا بنات الخواجات انا عربي انا عربي 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 اغير اسمي ليش قالوا لك عن الخيط اغير اسمي ليش كني هارب من البوليس يقول لي ميت شخصية عشانك عنصرية طب بالمرة اشكر ربك اني حامل على الهوية بطلني تال الالف للام اي ار قصة تامر نفار ضلو تامر النفار ولا بغيره ولا ما يحزنون اني اكون عربي فخور مش ضد القانون حاليا واول ما تسمع انه اسمك محمد بتلوي بوزع وقلبها بتجمد هلا عشان حبايب بنصرخ لها مع بعض محمد 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 فوزي جميل محمد نفار من الليل كنت واني عنا غير سامي عنا كنت واني عنا غير سامي عنا انت تسوي احنا ضلنا نغني احنا انت تسوي احنا ضلنا نغني احنا وحدة صبرنيش ما خلاص انا فاضي ومليت